ليست هنا قاعة المطالعة ولا تدخل حجرات امرأة. ما أتيت للمطالعة. لماذا أتيت إذن وليس هنا ما يستهوي النساء؟ هيا انصرف. من يقود بي؟ امرأتان، امرأتان. هيا اذهب إلى حال سبيلكما. ألا ترفقت بنا؟ لا وقت عندي ولا أحد عندي إلا الصرصري المادح وملك مظلوم. ماذا تريدان؟ الاثنين معا إذا كان الملك هو الناصر داود. نعم أنا الناصر داود. الصرصرية الإمامة أيضا. لم أرى امرأة طيلة حياتي ولم أرى. تدعوك نساء المسلمين جميعا يا سيدي الإمام. نساء المسلمين جميعا؟ لما؟ لتدفع عنهن التتار وتحفظ أعراضهن. هذا هو ما سمعت. من أنا حتى أدفع التتر وأصون أعراض النساء المسلمات؟ لست بقائد جيش أو خليفة. يحبك الخليفة ويطيعك قائد الجيش. ما هذا؟ من الزويعات الرجال يعميهم الغضب فيطالبون بي خليفة، والآن النساء يعميهن الخوف فيطالبنني بالدفاع عنهن. والله ما عمينا، بل قادتنا بصيرتنا وبصرنا. من أنت يا امرأة؟ بل فتاة يا سيدي. عفوا يا بنيتي، فقد خانتني بصيرتي. من أنت؟ أنا فاطمة ابنة المستعصم. ماذا؟ زهراء بغداد؟ فاطمة تفضلي 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 يا بنيتي تفضلي. لقد أتيت الخليفة مرارا كي جئت تطلب أمانتك. تفضلي يا زهراء بغداد. عفوا عفوا يا بنيتي. ما بك يا كتبي؟ أتفضل لأنني ابنة الخليفة؟ أستحلفك بالله أن تساعديني. ما لكم ترتجفان هكذا؟ لأنني ابنة الخليفة؟ فلتعلم أن ابنة الخليفة ترتجف لخبر وصول التتر، فأولى بكما أن ترتجف لنفس السبب. هل تسمعني يا سيدي المادح؟ ما حزنت على ضياع بصري قط إلى ساعة الآن يا زهراء. كنت أريد أن أراك. أنار الله بصيرتك يا إمامي. قولي ماذا أملك فنطو بنان التقية النقية الورعة فاطمة زهراء بغداد. نحن جميعا طوع بنان مجاهد الدين الدويدار يا سيدي. ماذا؟ وهو يطيعك. عرفت لما أتيت. أعرف الآن. وما رأيك؟ أرسلك الخليفة. لا يعلم الخليفة بأمر خروجي، فما خرجت إلا لما يأمرني به ديني. لن تردي كاسفة البال يا فاطمة، سيوفقك الله إن شاء الله. هيا. لم تقولي لي يا زهراء. هذا وقت طلب ذهبك يا رجل. أليس حقه؟ وهو أولى به يا إمامي. أرسلت في طلبك المرة السابقة لتأخذ ذهبك فوجدناك غادرت بغداد. الآن عليك أن تختار، إما أن تأخذ وديعتك أو تؤجلها حتى ننتهي من رد التتار. قل يا سيدي ولك ما تختار. لا يعقل أن أطلبها ثانية يا زهراء. هما لك عندي حتى يمن الله علينا بالفرج. زهراء بغداد والإمام المادح في داري، مرحبا بكما، تفضلا. لم نأتي لنجلس. بل تجلس البتول فاطمة في داري. تمنيت طويلا أن أراك، بل بغداد كلها تمنت رؤيتك. ستراني وستراني بغداد كلها، والتتر يتقاذفونني في الأسواق بلا ستر يا قائد جيش المسلمين. شلت يد تلمس الزهراء. بل شلت أيديكم جميعا إن تركتمونا مغنما للتتر يسلبوننا العرض والدين. يا زهراء لقد أعيتني الحيل لأعد جيشا، ولكن مولاي الخليفة لم يساعدني. فألبت عليه العامة وطالبت بخلعه وبالصرصري خليفة، وأتى جند التتر فشلت أيدي الجميع، قتلكم الخوف. أنا لا يحزنني أن تؤلب العامة أو تخلع أبي،
أو تختلف معه أو مع وزيره فهذا لا يهمني. اختلفوا ما شاء لكم الاختلاف، افعلوا ما شئتم، فقط دافعوا عن أعراض النساء المسلمين وأطفال المسلمين. نسائهم وشيوخهم يجب أن يكونوا بمأمن من خلافاتكم وعن حوافر جياد التتر. يا ابنة الخليفة أنا... لا تقل يا ابنة الخليفة، فأنا فتاة مسلمة جاءت تطلب من قائد جيش المسلمين حمايتها. آلاف الآلاف من نساء المسلمين وبناتهم معي يقبضن على أطفالهن بسواعدهن، لا يعرفن إلى من يلجأ. قل لي إلى من يلجأن بعد الله يا قائد جيش المسلمين؟ اتق الله في أولادك وامرأتك وفي أطفال المسلمين جميعا يا مجاهد الدين. يعلم الله أنني ما خرجت على الخليفة إلا عندما نظرت إلى عيون أطفالي، وما خرجت على الخليفة إلا خوفا على نساء المسلمين وأطفالهن، فأنا لا أعرف لي عملا إلا الدفاع عن المسلمين وعلى تراب هذه الأرض. ولكن ماذا؟ قل يا قائد جندي الإسلام. يا زهراء بغداد، كفاك ما قلتي. لا يا شيخي، لن يكفيني إلا أن يرد التتر عن أرضنا، وأقسم بالذي نفسي بيده إن لم يخرج رجالات المسلمين للدفاع عن أعراضنا لخرجت بنسوة بغداد مدافعات عن أعراضنا وأنفسنا وعن رجالنا أيضا. أقسم الذي أقسمت به ألا يدخل التتر على نساء المسلمين وأطفالهن وأنا حي أرزق. ما بالك تختلف إذن أنت والخليفة والوزير؟ ما بالكم يا رجالات المسلمين؟ كفى فاطمة، كفى. يا مجاهد الدين، اذهب للخليفة الساعة. وما سمعت قل له إنك جئت تطلب الأمر منه للدفاع عن المسلمين. من أدخلك هنا؟ الناس جميعا، نساء بغداد قبل رجالها. أجئت لتخلعني؟ بل لأنفذ أمر مولاي. ماذا؟ هو ما تسمع يا مولاي. ولماذا لم تطلب الإذن بالدخول علي؟ هكذا رأت زهراء بغداد وشيخها الصرصري. الزهراء وشيخنا الصرصري بأمر الإسلام إذن؟ نعم يا مولاي. هرول إلي يا مجاهد الدين، هرول إلي. بورك فيك وفي الزهراء وفي شيخنا الصرصري. أتعلم يا مجاهد الدين، أمة بلا جيش أرض بلا سور، لا أمان عليها. أنت سور هذه الأمة يا مجاهد الدين. الآن وجدت الإجابة. أية إجابة يا مولاي؟ الإجابة على رسالة ملك التتار. لقد حرنا في أمرها ولم نصل إلى رأي، لأنه كان ينقصنا رجالات جيشنا. ما رأيك؟ لا أرى إلا الحرب، لا رد عليها إلا بالخروج للساحة. الحرب. أرأيت يا محي الدين؟ إجابة باترة حاسمة سريعة، إجابة رجل حرب، لا إجابات رجال في مجالس الحكم. أرى أن نرسل في استدعاء ابن العلقمي لنتفق معه على هذا الرأي. هل يضايقك هذا؟ بل يغمرني بسعادة لا مثيل لها أن ترسل له لنتفق يا مولاي. أيها الحاجب، مولاي أسرع في استدعاء ابن العلقمي ليخف إلينا سريعا. اسمع، اذهب إليه بنفسك. أمر مولاي. كيف يرجى الصلاح في أمر قوم ضياع الحزم فيه أي ضياع، فمطاع الكلام غير سديد وسديد الكلام غير مطاع. طلبتني يا مولاي. تعال تعال يا ابن عمران، تعال اجلس. عفوا يا مولاي. قلت اجلس. أشكرك يا مولاي.
تليق بجلسة الأعيان يا ابن عمران. أدام الله عزك يا سيدي. قلت لي من زمن حينما أتيت للخدمة هنا إنك من خراسان. نعم يا مولاي. وكانت بلادكم خاضعة لحكم التتار. تماما يا مولاي. أرأيت التتار يا ابن عمران؟ نعم كثيرا يا سيدي. أقصد أرأيتهم يحاربون؟ هل رأيت ساداتهم؟ كانوا يمرون على بلادنا يا سيدي. كانوا يمرون على بلادكم والآن يمرون على بلادنا نحن. هي بلادي أيضا يا سيدي، أعيش عليها مع زوجتي. يبدو أن التتر لا يرضون عن عيشنا عليها، أو أننا لا نريد أن نظل على هذه الأرض. لما يا مولاي؟ التتار في الطريق إلينا يا ابن عمران، قادمون يزحفون علينا ونحن نزحف على بطوننا مشلول الإرادة والأقدام. أتخشى من أن يأتي التتار إلى هنا يا سيدي؟ وألا نجد لنا ملجأ بعدها. دمويون لا يرحمون، أليس كذلك يا ابن عمران؟ حتى في لغتهم يا مولاي. وتعرف لغتهم؟ أعرف كيف أتكلمها وأفهمها، ولكني لا أعرف كيف أكتبها يا سيدي. حقا؟ لما لم تقل لي ذلك من قبل يا ابن عمران؟ سيدي كان التتار أبعد من أن أقول شيئا. نعم كانوا بعيدين، أما الآن فمن الممكن الاستعانة بك في هذه الظروف الصعبة. أنا طوع أمرك يا مولاي. الخليفة حائر، كيف يوصل الهدايا إلى هولاكو خان؟ أتستطيع أن تذهب مع من يحمل له الهدايا وتتكلم هناك؟ هناك؟ أين يا سيدي؟ عند هولاكو على أطراف العراق. أنا أطوع أمرك يا مولاي. مولاي الوزير. تعال أيها الحاجب. مولاي الخليفة يطلبك. الساعة؟ نعم يا مولاي. لعله خير، أعد نفسك للسفر يا ابن عمران، فأغلب الظن أن الخليفة لم يرسل لي إلا لما قلت لك. تأهب واستعد للسفر مع الرسل غدا. إلى أين نسافر يا ابن عمران؟ إلى خان التتر، إلى خالي هولاكو خان. حاملنا الهدايا له؟ نعم. أتعرف جزاء ذهابك يا باتو؟ باتو، قليها ثانية. سأرجع إلى حيث أسمعها يومي كله، ليلي ونهاري. بل ترجع حيث تقتل. لن أقتل، بل أعود سيدا. تعود سيدا هناك. وهنا يا تركينة، هناك وهنا، التتار سيجتاحون بغداد، وسنصبح أنا وأنتي سادتها بدلا من عبيد سادتها. سيقطع خالك رأسك قبل أن تقدم له هدايا الخليفة. اطمئني، فأنا أعرف كيف أقنعه أنني اختطفت. اختطفت؟ كما يختطف المماليك ويباعون في الأسواق. يختطف المماليك أطفالا وليس رجالا يا باتو. لا تحملي هم، سأعرف كيف أقنع خالي الخان هناك، ثم سيحتاجونني هنا ما داموا قادمين لفتح بغداد. إذن أنت تنوي مساعدتهم للوصول إلى هنا. وماذا يمنع؟ أساعد أهلي أم أتركهم لينتصر عليهم المسلمون؟ تنصر التتر على من أوونا وأفسحوا لنا بيته؟ أنصر دمي وديني وأهلي، ثم أية مساعدة قدمها لنا المسلمون؟ نحن نعيش هنا لأننا نخدمه، ليس إلا. ثقي أن التتار بدون مساعدتي سيجتاحون بلاد المسلمين. أولى بنا أن نكون معهم. فكري في نفسك هنا سيدة لهذا القصر. أفكر كيف يقطع رأسانا سويا. اطمئني، سأدبر الأمر. ماذا بك؟ ألا توافقين يا تركينة؟ لو نجوت بنفسك هل تضمن لي النجاة؟ ماذا ستقول عني؟ اختطفت أنا أيضا، كيف؟ وقد وجدوا ملابسي على شاطئ البحيرة. لن يسأل خالي عما حدث بعد أن يملك بغداد.
وسأطلب لك الأمان. غدا سأتجه إلى خان التتار. ربما وجدت أبي وأمي وأباك. غدا يرد الغريب إلى أحضان أهله التتار، بل يرد لذاتي. كلا، لن أرسل هدايا إلى هولاك يا ابن العلقمي. وماذا ترسل إذن يا مولاي؟ رسالة أرد بها على رسالته، أهدده فيها كما هددني، وأصغره فيها كما صغرني. هي الحرب إذن يا مولاي. ولم لا؟ ماذا ينقصنا؟ ينقصنا أمر الجيش وعدته يا خليفة المسلمين. اتفقنا أنا ومجاهد الدين على الحرب، واتفقت معي من سويعات على مهادنة التتار. كان ينقصنا قائد الجيش، كانت تنقصنا القوة لأرد برسالة حرب. يا قائد الجيش، هل أنت واثق من هزيمة التتار؟ أنا واثق من أننا سندافع عن أهلنا وديارنا إلى آخر قطرة من دمائنا، وواثق أيضا من النصر إن شاء الله لو أعددنا جيشا قويا كما ينبغي. وهل ستعد جيشا قويا لا يهزم يا قائد الجيش؟ وعدني مولاي الخليفة. أنا أول المدافعين والمؤيدين، ولكن علينا أولا أن نزن الأمور جيدا، فإن كان باستطاعتنا محاربة التتار وهزيمتهم حاربناهم، وإن لم يكن هادناهم. تقصد سلمنا لهم واستسلمنا؟ يا قائد الجيش، أنا لا أقول نستسلم. ماذا تقصد إذن؟ أن نذهب إلى هولاك خان ونركع أمامه ونأمره بالدخول إلى مدينتنا؟ أنا أرفض أن أضع سلاحي إلا قتيلا. ونحن نرفض أن تدمر بغداد ونقتل لأنك ترغب في الحرب والقتال. كفى كفى بالله عليكما، كفى. أنا مع مجاهد الدين، سنحارب، أو على الأقل سأعلن إليهم رفضي لهذه المهادنة، لأنه لا يليق بنا أن يأمر خان التتار فنطيع. وسنعد جيشا يليق بشجاعة مجاهد الدين وبخوف ابن العلقمي. اكتب يا محي الدين، اكتب اكتب. لا تحتاج الكتابة إلى أن تسمعنا صوتك ما دمت تفضل المشاهدة. اكتب صامتا صامتا. بسم الله الرحمن الرحيم، من الخليفة العباسي، اكتب اسمي وما بعده. مر يا مولاي. أيها الغر الأحمق هولاك، الذي لم يخبر الشدائد بعد، والذي يتمنى قصر عمره، والذي غره إقبال الدنيا وساعدته الظروف، فتخيل نفسه مسيطرا على العالم كله، لماذا تطلب مني ما ليس موجودا عندي؟ ألا تعلم أنه من الشرق إلى الغرب، ومن الملوك إلى الشحاذين، ومن الشيوخ إلى الشباب، من يؤمنون بالله ويعتقدون في الأديان، كلهم عبيد هذه البلاد وجند لي. إذا أشرت إلى الشتات فإنني أبدأ بجسم إيران، ثم أتوجه منها إلى بلاد توران، حيث أضع كل شيء في موضعه. عندئذ تمتلئ الأرض بالقلق والاضطراب، غير أني لا أود الحقد ولا الكراهية، ولا أشتري ضرر الناس وإيذاءهم. فإذا كنت هولاك ممن زرع بذور الخير والسلام، فما شأنك
وحصون جنودي وخنادقهم. أسلك سبيلاً آخر وعد إلى خراسان. وإن كنت تريد الحرب والقتال فاعلم أن لي جنوداً من الفرسان والرجالة على أهبة الاستعداد للحرب والقتال. اختمه بخاتمي علّه يرجع عن غيه. أيرضيك هذا يا مجاهد الدين؟ نحن نعمل لما يرضي الله يا مولاي. وسأصدر مرسوماً بذكر اسمك بعدي في الخطبة على المنابر. ما سعيت لهذا يا مولاي؟ أنا أسعى إليه حتى يتحمس الناس ويعلموا قدر حبي لك. يا ابن العلقمي، أعلن إلى الناس مرسومي هذا بذكر اسم مجاهد الدين بعدي مباشرة في الخطبة على المنابر. سمعا وطاعة يا مولاي. اذهب إلى فراشك يا ابن عمران. لما يا سيدي؟ لا شيء يستحق السؤال. ألن أرحل مع الراحلين؟ لن يرحل إلا رسل هولاكو برسالة حرب. اذهب إلى فراشك. ويذكر اسمه في الخطبة بعدك يا خليفة المسلمين في نفس اليوم الذي طالب فيه بخلعك، وأنا من أصدر المرسوم. فمطاع الكلام غير سديد، وسديد الكلام غير مطاع. أحزين لأنك لن تذهب؟ لن يستمر حزني طويلا، سأعرف كيف أصل لهم. احمد الله أنك لم تذهب. بل سأحمد الآلهة جميعا عندما أجتمع بأهلي هنا على أرض بغداد. لن تقربني لو فعلتها. أسمعت؟ أنا زوجة مسلمة ولا أقبل أن أرى أحدا يأتي بالتتار ليذبح أطفال المسلمين ونساءهم حتى ولو كان زوجي. أنت تعرفين أنني مسلم حتى وإن كنت لا. لست من الإسلام في شيء. وإن كنت مسلما حقا فحارب التتار، وإلا ماذا يا تراكين؟ لن أدعك تغدر بديني وأهلي أبدا. سأقول الحقيقة، سأقول لهم من أنت. هكذا؟ ما رأيك؟ رأيي أنك أكثر من رأيت جنونا. ستعرف كيف يأخذني الجنون سيدي. ماذا بك يا أميمة؟ أميمة، ماذا حدث لتصريحي هكذا؟ انطقي سيدي. يوجد جاسوس بيننا. جاسوس بيننا؟ نعم. أي جاسوس هذا ولمن؟ جاسوس للتتر يا مولاي. جاسوس للتتر في داري؟ ماذا أسمع يا ابن عمران؟ ما هذا الذي تقوله زوجته؟ ما قالت إلا الصدق يا مولاي. أي صدق فيما أسمع؟ انطقا، قل لي. لا يعقل أن يدفعكم الولاء لي فتأتي يا مهرولين ثم تصمتا. من عين التتر في داري يا ابن عمران؟ ليس هنا يا سيدي. ليس هنا؟ أين إذن؟ في سوق بغداد. عين للتتر في قلب بغداد. أنتما تخفيان عني أمرا آخر. ماذا تخفيان يا ابن عمران؟ ماذا تخفيان؟ ولماذا لم تنطق باسمه من فوركما بعد أن هرولتما إلي؟ الحق يا مولاي، إن ابن عمران كان مترددا بعض الشيء خوفا من أن يقتله الجاسوس. أهددك بالقتل يا ابن عمران؟ نعم هدده. وكيف تعرفت عليه يا ابن عمران؟ ليلة أرسلتني لأحضره للناصر داود تعرفت عليه. كان رجلا تتريا
يعمل في خراسان ضمن جند التتر، وها هو الآن يعمل متنكرا في زي تاجر حرير، وعندما تعرفت عليه هددني بالقتل، ثم إن ترددي كان لأنني كنت أخاف أن... مما تخاف؟ ما دمت تأكدت أنه يعمل لخان التتر. لا تخف يا ابن عمران، لا تخف، اذهب إليه وأحضره إلي بلا جلبة. قل له إن الوزير ابن العلقمي يريد أن يبتاع بعض ما عندك. عفوا يا مولاي، أرجو أن تتفضل وترسل غيره. تخشين على زوجك هجمة التتري؟ أما يكفيكما أنكما أخفيتما عني سنوات ولم تخبراني وتعلمان بأمري من يوم أن أتى الناصر داود لداري؟ سيدي أنا لم أخبر زوجتي إلا عندما تأكدت أن التتر يزحفون إلينا. انصرف، أشكر لكما ولاءكما لي وللمسلمين. انتظر، اسمع لي جيدا، إياكما أن تسمعا أحدا ما أسمعتماني، لا أريد أن يذكر ذلك لأحد أبدا، أفهمتما؟ لن ننطق بحرف مما قلنا يا سيدي. لك السمع والطاعة. هميمة، إياك أن تذكر شيئا للزهراء ابنة الخليفة. لن أجد أحق منك بالقول يا سيدي. يا ابن عمران، أرسل الحاجب فضل ليذهب إلى القماش ويحضره إلي. كل ما في الخان للخان. يشكر لك الخان همتك، وسأصف له معاناتك هذه لتلحق بنا. هذه بها كل شيء، لابد أن أعود الآن. قلت عاد رسل التتار الساعة يا فضل؟ نعم يا مولاي، عاد رسل التتار إلى خانهم برسالة من الخليفة، والقماش ليس في داره. انصرف يا فضل، وفي الصباح تأتيني به. سمعا وطاعة يا مولاي. أي حرب تدعو إليها يا خليفة المسلمين في رسالتك؟ ورسالة معها تقول للخان إنك بلا شكيمة وبلا جيش. آن المسلمين أن يؤمر عليهم من يجمع شتاتهم. أنا أوانها يا ابن العلقمي. ماذا لم تخبري الوزيرة بأمري يا تمكينة؟ قل يا أمير. سمعا وطاعة يا أميمة. لماذا تراجعت في آخر لحظة؟ لماذا لم تقول الحقيقة للوزير؟ ربما حال دون ذلك ما كان بيننا. لم يعد بيننا شيء. لا. وماذا تنتظرين مني الآن؟ أمامك خياران يا ابن عمران. بل يا باتو، نعم أنت لم تكن إلا باتو دائما. قلت يا أمامي خياران، قولي ما هما لأختار أحدهما. أعطيتك الفرصة الليلة لأمرين اثنين، الأول أن ترحل. أرحل؟ خشية أن يشي بك الجاسوس ويقول للوزير إن في قصره تتريا آخر رسولا للخان، ساعتها سيقتلك أنت الآخر. هو ذاك، سأقتل هنا بيد الوزير، وعندما أرحل ربما أقتل بيد خالي. قلت إنك تعرف كيف تختلق حجة تنجيك. ربما. وأنت ألن تهربي معي؟ لا حجة لي أقولها للخان، فقد غرقت ويعلمون ذلك، ولا يعقل أن أبعث من جديد، ثم إنني أحب الإسلام وأهله. قولي هذا. قلته لك أكثر من 100 مرة.
عندما ترحل الليلة سأخبر الوزيرة بحقيقة أمرنا. أرحل بدونك؟ يجب أن يجمعنا الدين قبل أن يجمعنا الحب يا باتو. أنصحك بالرحيل ساعة قبل أن يأتي القماش الجاسوس. قلت لي إن هناك خيارا آخر. لا أعتقد أنك ستوافق عليه. ما هو؟ تعتنق الإسلام عن إيمان صادق وتحارب التتر. أعرف أنك لا ترحل. عليك بالرحيل الآن ولا تجعل أحدا يعرف برحيلك. سأقول اختفيت ولا أدري كيف. كتب علينا أن نختفي ولا يدري الناس كيف. هذه نهاية رحلتنا يا أميمة. نهاية رحلتي معك وبداية رحلتي مع الإسلام. هو الوداع. لا تلمسني وأرجو الله أن يسامحني لاقتراني بك كل هذه المدة. فلم تكن مسلما ولن تكون. ربما التقينا ثانية وأنا واثق أننا سنلتقي. لن يختلف كلانا عما نحن عليه الآن. لن يختلف إلا ظاهرك. قد تكون أميرا أو حاكما وهذا لا يكفي. أشكرك لآخر مرة لأنك وهبتيني فرصة الفرار. تذكري أنني أحبك وأنا واثق أن قلبك لن يخفق لإنسان غيري. اللهم أنت تعلم بوحدتي الساعة فكن لي الملام واجعل لي من الإسلام رفيقا وصاحبا. أعتذر يا كبير الحرس، أرسل لي سيدي الوزير وكنت غائبا. علمت فجئت لساعتي رغم أن الوقت متأخر. نعم الوقت متأخر يا قماش. ألا يقابلني سيدي الوزير؟ بل لابد أن يقابلك ما دمت أتيت بنفسك. ما الذي أتى بك يا رجل؟ ماذا هناك؟ حاول أن تنكر كل ما سيتهمك به الوزير وإلا قتلت. ماذا؟ هيا هيا إلى مجلس مولاي الوزير واجتهد في أن تبقى في خانك. انتظر إلى أين تذهب؟ كن في نفسك. هيا. مولاي الوزير يطلبك أنت الآخر. أين كنت؟ أعتذر عن غيبتي يا مولاي. أنا لا أسألك اعتذاراً بل أسألك عن سبب تأخرك. كنت في الكرخ يا مولاي. كرخ؟ معقول؟ لا يظل يقظاً إلى هذه الساعة إلا الكرخ. وعلى أي حال لن أسألك عما كنت تفعل في الكرخ، فأنا أعرف جيداً ما يدور في الخانات، أليس كذلك يا قماش؟ أتعرف لما أرسلت إليك؟ أنا طوع أمرك يا مولاي، كل ما في الخان لسيدي الوزير. أم كل ما في الخان للخان أيها القماش؟